لا تدخل قرية في طول السنغال وعرضها، أو في طول غامبيا وعرضها، أو في طول مالي وعرضها، أو في طول ساحل العاج أو بنين أو أي بلد من بلاد إفريقيا السوداء، فتسأل منصفا: من الذي علمكم اللغة العربية؟ من الذي علمكم الإسلام؟ من الذي أقرأكم القرآن؟ إلا أجابك: الإخوة الشناقة. ولدت في قلب الصحراء في منطقة تبعد من هذا المكان بحوالي 80 كيلومتر إلى الشرق، إلى الشمال الشرق، في سنة معروفة في بلادنا هذه بأنها سنة وفاة الأمير أحمد سالم ولد إبراهيم السالم ولد محمد الحبيب، في شهر رجب من سنة 48 و300 ألف للهجرة، في سنة 30 و900 ألف للميلاد. نشأت بين والدي في ظل هذه المحضرة اللي نسميها محضرة آل المبارك، الآن تعرف بمحضرة آل عبد الودود، و حفظت القرآن في السن العادية لحفظه في الأوساط المشابهة لوسطي الاجتماعي، وبدأت في طلب العلم على يد والدي دور الأساسي للوالد، وبقية الأسرة تساعد على ذلك من أمي وعمتي ومن يكبرني من الإخوة والأخوات، و تدرجت في هذه المحضرة حتى حصلت على ما يصفني الناس به من الصفة فيها كثير من التشبث والمبالغة والبعد عن الحقيقة التي أنا عليها. كنت دائما في رعاية الأبوين، ويصعب على الإنسان أن يمارس الألعاب بمحضر من أبيه وشيخه، وكانت الرياضة المفضلة عندي هي المطالعة، وإذا أردت أن أروح نفسي بشيء من الألعاب فإنما أميل إلى مطالعة كتب الأدب، دواوين الأدب المعروفة كامل المبرد أو أدب الكاتب ابن قتيبة أو أمالي أبي علي القالي أو البيان والتبيين للجاحظ أو غيرها من كتب الأدب، ومن كتب الموسوعات المعجمية من لسان العرب لابن منظور، ومن شروح شواهد اللغة العربية مثل خزانة الأدب للبغدادي وغيرها. وأما الدور الثاني فأنا في وقت مبكر، ربما يكون في حدود السنة العاشرة أو الحادي عشرة أو الثانية عشرة من العمر، والوالد رحمه الله يكل إلي بعض الدروس وبعض الإعادة للطلاب، فكنت أقوم بدور الذي يسند الآن إلى المعيد في الجامعة. الآن بعض الأساتذة يقومون بما يسمى دور المعيد، وهذا دور مارسته في الطفولة بتشجيع من الوالد رحمه الله، وربما يحتاج إلى أن يتخلف أو يغيب في بعض شؤوننا ويتركني مع تلامذة ويأمرني أن أتابع معهم دراستهم، حتى ربما يكلفني أن أدرس لهم بعض المتون التي لم أدرسها بعد، ولكن بما يفتح الله. عدود عالم، فقيه، قاضي جيد، لامع، لغوي،
سياسي أيضا ومعلم، يعني يعرف طرق التعليم لموسوعة من العلوم مختلفة. لكن عدود المدهش فيه ناحيتين، ناحية الأخلاقية وملكة الحفظ. المحضرة هذه تكاد تكون خصوصية لبلادنا، وهي كانت موجودة في الشمال الإفريقي كله، ولكن كانت تختص بمراكز تعليم القرآن. ما عندنا فهي مجمع ثقافي دراسي يجمع بين مرحلة، يبدأ بمرحلة الروضة حتى نهاية مراحل التخصص، ولفظ ننطقه هكذا محضرة بالضاد التي هي قريبة النطق من الضاء، وهذه هي الضاد العربية الفصحى، ونفعل مفعلة من الحضور بمعنى مكان الحضور، لأن الناس كانوا يرتادون مناهل المعرفة حيث يوجد الاستقرار. وتسمية مكان الحضور محضرة وجمعها على محاضر، هذا كان معروف حتى في الجاهلية. يقول لبيد بن ربيعة في شعره الذي نظمه في الجاهلية: أقوى وأقفر واسط فبرام، من أهله فصوائق فخزام، فالواديان وكل مغنم منهم، وعلى المياه محاضر وخيام. هذه المحاضر والخيام لا نزال نحن أيضا في المحاضر والخيام، ولكن هو المحاضر والخيام التي تكلم عنها يقول فيها: أهدي بها الحي الجميع وفيهم قبل التفرق ميسر وندام. ونحن محاضرنا ففيها الحمد لله محابر وقلام بدل من ميسر وندام. مغروسة الأقدام لا مدى الحقاب في هذه الأرض ولا نرضى قلب. مغروسة الأقدام لا مدى الحقاب. تأخذ العلوم العربية اللسانية والإسلامية في هذه المحاضر بطريقة يكتب الأولاد أو طالبة العلم دروسهم في ألواح بمداد قابل للمحو، ويجيزونها على الشيخ، بمعنى أنهم يمرونها على مسمعه حتى يصحح لهم ما يمكن أن يكون فيها من أغلاط أو أخطاء. فإذا صححوها تنحوا عن الشيخ حتى يحفظوها عن ظهر قلب، إذا حفظوها عادوا إليه وقرأوا ما حفظوا، بمعنى أن الشيخ يفسره لهم ويحلل ويعلق ويفتح شهيتهم للاعتراضات ويعد الأجوبة ويستقبل الإيرادات ويرد على الإيرادات بطريقة محضرة تحضيرا جيدا، ولكن في الذهن لا في الورق. فإذا أخذوا الدرس بهذه الصفة عادوا إلى أماكنهم فراجعوا درسهم حتى يحفظوا ما سمعوا من الشيخ في أثناء الدراسة، وإذا كانت هناك كتب تتكلم على موضوع درسهم راجعوها حتى يستفيدوا. فإذا صادفتهم مشكلة أو صعوبة في فهم عاودوا الشيخ، وهكذا دواليك. والشيخ يجلس بفناء بيته ويتحلق حوله طلاب العلم، وهو يجود عليهم بمعلوماته بغير مقابل، وكثيرا ما يكون يجري عليهم النفقات من غير مقابل، ولا يضيق صدره عن غريب أو جاف أو جاهل أو بليد،
ولا يتميز في حضرته ولد الغني من ولد الفقير، بل ربما يكون ولد الفقير أحظى وأحظى عنده من ولد الغني. تتنوع دروس في هذه المحاضر من درس عربي محض إلى درس حساب إلى درس هندسة إلى درس فقه إلى درس أصول إلى درس مصطلح حديث إلى درس تجويد القرآن إلى درس تفسير إلى درس، وكل واحد من المشايخ له أسلوبه، فمنهم من يبدأ الحلقة بالدروس القرآنية ثم بالدروس الحديثية ثم بالدروس العقائدية ثم بالدروس الفقهية، ومنهم من يرتب الأولاد على حسب سبقهم، ومنهم من يرتبهم على حسب أهليتهم للتحصيل، ومنهم من يبدأ بذوي البلادة والطبع النكد تشجيعا لهم للا يملوا ويسأموا فينصرفوا، ومنهم من يبدأ بذوي النجابة والاستعداد الجيد لأنهم أولى وأقمن بالعناية، لأن لهم أملا في أن يحملوا عنه علما ينفعه الله تعالى به بعد أن يؤيه يجنه قبره. والتلامذة أو طلاب العلم يرتبطون فيما بينهم برباط أقوى من رباط النسب، ويتعارفون ويكونون سفراء عشائرهم وجهاتهم بعضهم عند بعض، يستفيدون من هذا أن الذي درس في المحضرة يعرف خطوط أصحابه زملائه الذين درسوا معه، فيعرف شهاداتهم بعد ذلك إذا احتاج إليه، ويزكيهم إذا طلبت منه تزكيتهم عند القضاء، وإذا حدثت مشاجرات بين القبائل وبين الجهات فهم بحكم التعارف والتآخي في طلب العلم يقومون بدور الإصلاح بين تلك القبائل التي تتشاجر أو بين تلك الجهات التي تتغاور. وفي هذا الجو عشت حتى حصلت مثل ما كان يحصله مثلي في ذلك الوقت من يدعي لي نبوغا أو تفوقا فهو مبالغ ومغالي، ولا أجحد أو أغمط نعمة أنعم الله بها علي، لأنه من المحرمات اللسانية أن يكتم الإنسان فضل الله تعالى من علم أو غنى، أن يقول ليس عندنا ليس معنا لما هو عنده أو معه، والحسنة دائما بين السيئتين، لا يمكن لا يقبل من الإنسان أن يزهى وأن يرى لنفسه ما لا يراه الناس، ولا يمكن أن يصدق الناس في كل ما يحيطونه به من الهالات والنعوت التي فيها كثير من المبالغة والإغياء. وأقر ما تقر به عين الشيخ إذا رأى أولاده أو تلامذته يقومون بدور شيخ مستقل وهو ما زال موجودا على قيد الحياة. ورفع عني الحشمة بذلك أنه رحمه الله احتاج إلى أن يغادر مركز المحضرة إلى التدريس في معهد عالي للدراسات في أبي تلميذ، وبقيت أنا في المحضرة أقوم بما كان يقوم به فيها، فكان لي نوع من الحرية والاستقلال وارتفاع الحشمة أن أدرس بجانبه وتكون لي حلقة مثل حلقتي. التعليم المدرسي النظامي يعتمد تنوع المعلومات في المراحل الأولى والتركيز في مراحل التخصص، ويبعد بالإنسان من الاعتماد على الحفظ، وبالتالي يصبح الإنسان بمثابة فهرس مكتبة، كانه فهرس لمكتبة، ليست في ذهنه من المعلومات ليس في ذهنه من المعلومات ما يذكر، إلا أنه يعرف
أين يوجد الكتاب الفلاني وأين يوجد الكتاب الفلاني ومن مؤلف الكتاب الفلاني وما يقال عنه وما هو عصره ما هي حياته. وحتى في نقد الأدب تجده يعرف الشاعر ولا يعرف شعره. وأما المحضرة فهي تعتني بالعلم للعلم، تعتني بالتحفيظ، فطالب المحضرة عالم أنا وجدته، تجده في الليل المظلم وهو عالم، تجده في النهار وهو عالم، تجده على ظهر الجمل وهو عالم، تجده في البيت في السوق في الطائرة وبضاعته جاهزة. أما المتخصص والذي يحمل أعلى درجات التخصص في دراسات النظامية هذه المدرسية فلا تجد عنده علما إلا إذا كان على كرسيه وبين يديه كتبه منضدة على رفوفها. وبالتالي العلم الديني والعربي والإسلامي يخسر بتناقص التعليم المحضري بما لا تعوضه المدارس النظامية. هناك محاولات لدول العربية والإسلامية تحاول أن تفتتح مدارس نظامية تطعمها ببعض الأساليب المحضرية أو تتبنى محاضر تجعلها نموذجية وتدخل عليها بعض الإصلاحات وبعض البرامج التي تشتمل عليها المدارس النظامية. وهذه الازدواجية لا أعرف هل ستسير في صالح المدارس النظامية وفي صالح المحاضر. المهم أنه إلى الآن يخسر كما قلت طلاب المحاضر بانتمائهم إلى المدارس مادة غزيرة من العلوم الإسلامية واللسانية. الشيخ عدود أحبه كثيرا وأرتبط به بمشاعر الأستاذ التلميذ نحو الأستاذ ومشاعر الصديق الحميم، لأنني أمام الناس تلميذه وفي الخلوات صديقه، والشيخ عدود شيخ محبب لأنه من الظرفاء. كبدوي لأول مرة أركب طائرة عابرة قارات في فاتح يناير سنة 61 ميلادي، 61 ميلادي، قلت راحت، أنا مشي بطائرة من مطار دكار إلى أوروبا، راحت تعثر بالسحاب كأنها ضجرا بما تلقى به تتأفف، فكأن دور دكار لما حلقت لبن بأيدي العاملين مصفف. أنت إذا نظرت المنازل من المناظر الجوية تراها كأنها لبن بأيدي العاملين مصفف، وكأن غابات الشوارع بينها حب حصيد في الجرين مجفف، وترى السحاب كأنه من تحتها قطن ينفش تارة ويلفف، وكأن صوت هزيزها في جوها صنج يثقل تارة ويخفف، وكأن قنة طارق، عندما كنا على جبل طارق، من تحتها شيخ كبير في البجاد ملفف، يمشي مدير الكأس بين رفاقها بالرفق مشية سائل يتكفف، فترى الذي عرضت عليه كؤوسها طارا ينال وتارة يتعفف. تارة يتعفف هذه ترمز إلى أشياء، ربما يكون لأنه بدوي يعرض عليه طعام يتقزز منه ما يعرفه، وربما لأنه مسلم يعرض عليه زجاجة من الويسكي أو مقانق من الخنزير. وفي مرة كنت في رحلة طويلة من دكار قادتني إلى جاكرتا في مؤتمر إسلامي عقد في أندونيسيا سنة 65، وصفت الرحلة على طولها، قلت لا يبلغ الحاجات والأهواء كالطائرات تعالج الأجواء، تركت مطار دكار
تركت مطار دكارا عامدة إلى روما وقد نشر الصباح ضياء، فتعرضت ميلان وتعرض نفسها فكأنما نزلت بها استحياء. يعني المحطة اللي كانت عندنا في ميلانو لم تكن مبرمجة ولم نعلم بها في الجو، فكأنها تعرضت ميلان وتعرض نفسها فكأنما نزلت بها استحياء. وفي كلمة تعرض نفسها تعريض بالأوروبيات عارضات الأزياء. وتيممت روما، توجهت روما فأرست عندها لا تشتكي نصبا ولا إعياء، وتيممت طهران منها بعدما نال المسافر بالعشاء عشاء، فاستقبلت بومباي منها سحرة، والصبح يومئ نحوها إيماء، فعلت حروفا من جبال الهند لم تكن تعرف الأفعال والأسماء، فكأنها والسحب فوق قنانها بخت غدت أوبارهن عفاء، وترى محيط الهند طورا مصحيا فتخال أنك قد علوت سماء، ويثور أحيانا ضباب دونه فتظن ماء البحر صار هباء، فقضت لدى بومباي ظهرا راحة والشمس يلفح حرها الأشياء، وتضيفت بنكوك آخر يومها والشمس تخضب بالأصيل الماء، فاستودعت بمطارها أخت لها ركبا تعدهم لها أبناء، باتوا وظلوا في انتظار ذهابها فتوجهت بهم جاكرتا عشاء. في مرة أخرى كنت في رحلة في إحدى الطائرات الضخمة هذه التي يعلم فيها الركاب بمختلف اللغات، وهي مشرفة على النزول في مطار من مطارات باريس، لا أذكر الآن هل هو مطار رواسي شارل ديغول أو هو مطار أورلي. قلت من رجز لا أذكره كله، ولكن منه فنبهت باريس وهي في سينة فكلمتها بجميع الألسنة كأنها سماء صيف مدجنة أو لوحة زيتية مزينة بالرسم أو خريطة ملونة، حسب كلما تدلت الطائرة وزهت المناظر تكون الصورة مغايرة. أولا كأنها سماء صيف مدجنة، بعد أن اقتربنا لوحة زيتية مزينة بالرسم، بعد أن اتضحت المناظر خريطة ملونة. لديه مذهب في الطرافة والمزاح يسميه طريقة أهل الحجاز، ولهذا حكاية أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يفسر القرآن في مسجد مكة بعد العصر، هكذا يروي المؤرخون. فمر به رجل وكان يجمع الشعر من الأعراب ليستعين به على تفسير شواذ لغة القرآن، فأتاه رجل من أهل مكة وقال له ماذا طرى في مكة؟ قال له فتاة مخزوم وسمى عمر بن ربيعة نبغ في الشعر وقال قصيدة عجيبة، والقصيدة من آل نوع من أنت غاد فمبكر وغدا تغد رائح مهجر، قصيدة غرامية متهتكة إباحية. فسمعها عبد الله بن عباس وعلق عليها قائلا قاتله الله ما أظرفه. وكان أحد الحجاج الفضلاء قادم من خارج مكة حاضرا فقال هذا من ظرافة أهل الحجاز، لو وقع هذا في أرضنا لقالوا قاتله الله ما أفسقه. فعدود يرى أن المزاح فيه أبواب كثيرة لا تجافي عفة اللسان ولا عفة أي شيء، إنما هو شخص متفتح في الأداب وبالتالي هو مشوق. أطفال الأنابيب هذه مشكلة شائكة مطروحة على المجامع الفقهية التي أنا أحضرها كعضو فيها، وقد اختلفت فيها فتاوى الفقهاء وآراء القانونيين والأطباء، وأصبحت تأخذ حيزا كبيرا من الدراسات الفقهية والقانونية المعاصرة. وأنا نظمت خلاصة من فقهها في أبيات من الرجز على طريق الفقهاء عندنا الذين ينظمون الأحكام الشرعية في الأراجيز تسهيل لحفظها على الطلاب. فقلت طفل الأنابيب إذا ما ازدرع في حرث غير من له الماء منع
أصلا. فإن كانت فراش ثاني فالطفل للفراش لا للزاني. إلى أن أقول وليس في هذا الزنا حد، فلم يلج هنا عين دوات من قلم، ولكن التعزير حتى يزدجر من يتعاطى ذلك الفعل القذر. جميع مواهب عدود فيما عدا الحفظ أنا أقولها مواهب عادية ككل الناس كمتوسط الناس، أما في الحفظ فعدود مدهش لأنه يحفظ القصيدة من 60 بيت في سماع واحد. أنا لم أحضر لهذا ولكن حضرت لمثال أيام غزو بيروت، غزو الإسرائيليين لبيروت أحداث صبرة وشاتلة، عملت الإذاعة الموريتانية مسابقة شعر حول أحداث صبرة وشاتلة، وكنت معهم في لجنة تنقيح الشعر، وأتينا للحفل نحمد القصائد الفائزة وكان الجمهور مزدحما. قبل افتتاح السهرة قلت له أنا كتبت قصيدة على هامش المسابقة، قال اسمعنيها. قلت طويلة، عرج بلبنان وذري الدمع منسجما، وابكي الهموم ولا تستنهض الهمم، لو ينفع الأهل شكوى الأهل ما رحلت كتائب الفتح تحدو البحر ملتطما، مهاجرون بأسياف مهاجرة تحكي القلوب مضاء والدماء دما. في طويلة حوالي 30 بيت. وقبل افتتاح وذهبت عنه ورجعت إليه قبل افتتاح الحفل فقال لي تابع مع القصيدة. قلت له أنا قال لم أحفظ منها إلا 30 بيتا. قلت له هي 30 بيتا. في مرة في مهرجان في أنا بطيب المتنبي في بغداد كان أساتذة من مختلف أقطار البلاد الإسلامية وحتى من غير البلاد الإسلامية يقدمون بحوثا حول بطيب المتنبي، وقدم بحثا عن ظاهرة وجود صيغة تفضيل بكثرة في شعر المتنبي. فبعض المتدخلين وهو أستاذ قام وأراد أن يعقب على البحث هذا، فقال كنا نظن أنه سيبحث بحثا أدبيا أو تاريخيا، أو قال إن ظاهرة التفضيل توجد بكثرة في اللغة الدنماركية. وانقطع بذلك خيط الذاكرة، بينما كنا في عهد المتنبي وسيف الدولة وكافور الإخشيدي وبني بويه، إذا نحن في الدنمارك ما هي علاقة الدنمارك بالثقافة الإسلامية وبطيب المتنبي؟ أنا قلت والله يغفر لي في المجتمع، قلت إن أحس كأن بطيب المتنبي همس في أذني فقال بغاني ناقدي في كل واد أهيم به وعز عليه تركي، بغاني في عكاظة فلم يجدني فأغرب باحثا في الدنمارك. مارست وظيفة القضاء في سن 30 من العمر تقريبا، لأني كنت أعتقد أن ترك وظيفة القضاء للمستعمرين الفرنسيين أو لصنائعهم جريمة إسلامية لا تغتفر، فيجب مزاحمتهم عليها حتى يصل الإنسان إلى تلك الوظائف التي كانوا يحتكرونها على من يواليهم، وليوفق الله إلى إيصال الحق إلى أصحابه وإقامة العدل بين الناس. فتوليت وظيفة القضاء، توظفت في القضاء في بداية استقلال البلاد، وأنا على علم بخطورته وأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وأنه من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق. ولكن حرصي على إزعاج الفرنسيين وتضييق الخناق عليهم
حملني على أن أتولى هذه الوظيفة لا بحبا فيها ولكن حرصا على إزالة كابوس الاستعمار في أهم حياتي أهم جوانب حياة المجتمع وهو جانب العدل. توليت مناصب القضاء حتى صرت رئيسا للمحكمة العليا في بلادي، ومنها انتقلت إلى الوظيفة الحكومية وهي عضوية بالحكم، عينت وزيرا للثقافة والتوجيه الإسلامي ومكثت في تلك الوظيفة والله يغفر لي 3 سنين، وبعد ذلك عينت مستشارا في ديوان رئيس الدولة، والآن والحمد لله تحررت فكأنني ولدت. قال يوم تقاعده يوم حالته للمعاش بنفس المعتز: اليوم أحلت إلى المعاش لأولد. وهو قد تفرغ للعلم ومعهده ومحضرة أبيه في البادية، طال الله عمره. أنا عضو في بعض المجامع العلمية، عضو في الأكاديمية الملكية في المغرب، عضو في مجلس مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، عضو في مجلس المجمع الفقهي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، عضو في مجلس المؤتمر الفقهي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي منظمة رابطة العالم عالم الإسلامي في مكة، وعضو في هيئة جامعة صدام للعلوم الإسلامية في بغداد، وأجمعوا بين ضب هؤلاء ونون هؤلاء، وكل هذا كما قلت لا يدل على تميز ولا على، ولكن هي ظروف تتيح للإنسان ما لا تتيح لغيره ممن هو أولى منه وأجدار بتلك المناصب أو تلك المشاركات. أما الحضور في الندوات والمهرجانات وغيرها فهذا قد حضرت في كثير من البلاد الإسلامية العربية وغير العربية، وتعرفت على كثير من الإخوة بما كتب لي أن أساهم به في تلك الندوات وتلك الاجتماعات، وهذا أمر أنا أراه عاديا وطبيعيا. إذا كان الناس يصفونه بأنه فيه نوع من العبقرية أو النبوغ، أنا لا أحس في قرارة نفسي بشيء من ذلك. دولة المرابطين لم تحظى بكثير من الكتابة لأنها في هذه البلاد كانت دولة بدوية تعتمد ظهور الجمال كمساكن، والمكتبات التي كانت أرخت للمرابطين ودولتهم العظيمة هذه ضاعت، وجاء العهد طلايا الاستعمار والمبشرين والمكتشفين فكتبوا كتابات فيها كثير من الحقد الصليبي وتشويه الحقائق، وهذه الكتابات أصبحت مرجع الباحث في العصر الراهن عن حضارة المرابطين ودولته. ما في الشمال في المغرب وفي الشمال الإفريقي فجاءت دول تعاقبت، دول إسلامية طبعا عربية، ولكن جاءت على أنقاض دولة المرابطين فحاولت أن تمحو كل أثر للمرابطين، وهذا ما قام به الموحدون للخلاف المذهبي الذي كان بين الموحدين والمرابطين واعتقادهم من المرابطين أصحاب ضلالة وأنهم كذا وكذا، حاولوا طمس معالم الحضارة المرابطية في المغرب. وكنا في ذلك الوقت قادة الفكر العربي والإسلامي، ولذلك أعلام الشناقطة
ما حلوا أرضا إلا كانوا شموس تلك الأرض على طول البلاد الإسلامية وعرضها، حتى إلى إندونيسيا تجد سمعة سناقطة وشهرة هناك. ولكن مع هذا تجد كثيرا من الناس يجهل هذا البلد أو يتجاهله. لماذا؟ لا أدري، ربما لأننا نحن اقتطعنا من أصلنا وفرضت علينا حدود وحاطت بنا رمال الصحراء وبقينا في عزلة، وجاء الاستعمار الذي أراد أن يجعل منا لقمة سائغة، ونحن كنا له بالمرصاد وحاربنا جحافله عسكريا. ولما غلبنا بخضوع سائر المناطق التي تحيط بنا لنفوذه قاومناه ثقافيا وقاطعناه مدرسيا حتى رحل من أرضنا هذه يجر أذيال الخيبة. هذا أمر نعتز به وقد يكون بعيدا من الخيال والتجذيب والمغالاة والمبالغة. الاستعمار لم يتغلغل في أرضنا هذه، ولم يهدأ باله، ولم يعول على البقاء فيها كثيرا، لأنه وجد أن هذا المجتمع يلبجه. يقال من النوادر المتعلقة به أنه أيام الفرنسيين كتبوا له جواز سفر، وبما أنه لا يقرأ الفرنسية كتبوا من صفات حامل الجواز أمي. كان أبي أحد هؤلاء الذين رابؤوا بأنفسهم عن التزلف لهؤلاء المستعمرين، ولكن القصر الاجتماعي فرض عليهم أن يقدروه ويجلوه ويولوه مناصب كان يتهرب منها. وفي سنة من السنوات عينوه مندوبا عاما لحجاج إفريقية التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي. فلما أرادوا أن يعبئوا جواز سفره كتبوا عليه أمي، أو بالحرف كتبوا إلتر لا يقرأ، بمعنى أن الذي لا يقرأ اللغة الفرنسية ولا يكتبها هو أمي. فالثقافة العربية والثقافة الإسلامية والعالم الجليل والشاعر والأديب والمورخ والحافظ إذا كان كل هذا في اللغة العربية فهو يساوي صفرا في حسابهم. واشتهرت الحكاية ونسبت إلي، وإنما هي لوالدي، وهذا كما ترى خط والدي رحمه الله، وهو من كتاب في أصول الفقه متنه نظم لجلال الدين السيوطي، عقد به كتاب عبد الوهاب بن السبكي المسمى جمع الجوامع، والنظم نفسه اسمه الكوكب الساطع، وهذا شرح له وضعه عليه بعض علماء بلادنا اسمه محمد سالم بن المختار بن الأمة. ويوجد عندنا كتب بخط والدته جدتي، والدة أبي رحمها الله تعالى، جدتي خطت هذه الكتب لابنها وما زالت موجودة عندنا هذه الكتب. ويوجد خطوط أجدادنا إلى الدرجة الرابعة والخامسة في مكتبتنا، لأن هؤلاء كانوا يتوارثون علم المحضرة ويعتمدون على أنفسهم في كتابة المراجع. وهذا الكتاب هو طرى لشيخ من شيوخ بلادنا اسمه أشفار الخطاط، يعني الفقيه الخطاط، وضع طرة على مختصر خليل. فهذه الأسطر الغليظة هي متن مختصر خليل، وهذه الكتابات الرقيقة التي تكتب في اتجاه معاكس أو منحرف هي الطرر التي وضعها الفقيه الخطاط. والخطاط علم ليست صفة. والطرة في اللغة هي الحاشية، والمراد بالطرة أن تكتب هوامش على المتن تشرح أو تناقش أو تعلق. ونحن عندنا أسلوب الطرر
هو معروف في هذا المصطلح معروف في كتب الفقه المالكي، الطرر على المدونة، الطرر الطنجي، طرر إبراهيم الأعرج، طرر غيره. ونحن عندنا نمط في كتابة الطرر أن يكتب المتن هكذا وتكتب شروح وتعليقات مقطعة يشار إليها بأحرف صغيرة أو برموز من محلات معينة من المتن. وهذه الطرر تساعد على فهم معنى المتون ومراجعتها واستذكارها واستحفاظها. المنظومات اعتنى بها علماء الإسلام في وقت مبكر في مختلف أوجه الثقافة الشرعية والإنسانية. وابن سينا نظم في الطب، وعلماء نظموا في كثير من فروع المعرفة. والجناح الغربي من العالم الإسلامي أكثر على ما أعلم عناية بالمنظومات. وعندنا في النحو منظومات بن مالك، وفي العربية وفي الفقه منظومات كثيرة، منها تحفة بن عاصم في القضاء، ومنها لامية الزقاق في القضاء، ومنها كثير من المنظومات التي هي من إنتاج الإخوة أو المشايخ رحمهم الله تعالى في موريتانيا أو في المغرب أو في تونس أو في الجزائر أو في الأندلس. وأنا نظمت في القانون، في القانون الدولي العام وفي القانون الإداري، والآن أعد منظومة طويلة تزيد على 13,000 بيت من الرجز في الفقه المالكي. يعني بلغت سن من ينبغي أن يصب عنايته على العلوم الدينية والشرعية. والفترة القانونية عندي أصبحت في خبري كان، يعني الآن لا أعد نفسي لأن أكون قاضيا أو محاميا، ولكن أريد أن أكون مرابطا أو مرابطية. أخرج إلى البادية في بعض الفترات وأستعين بها على الإنتاج الثقافي والفكري، مثل المنظومة التي تحدثنا عنها وهي منظومة في الفقه المالكي، أستطيع أن أسميها موسوعة، أنها تزيد على 13,000 بيت على مختصر خليل بن إسحاق، وهو المرجع الكبير للفقه المالكي في المناطق الغربية من العالم الإسلامي. ومن هذا النظم وبعد فالعبد الفقير نظم نظما بفقه مالك يجلو الظما، رام به نعش ذماء المحتضر، مما خليل قد وعى في المختصر، إذ أصبحت أبوابه المشهورة بعد رحيل أهلها مهجورة، لا يعتني بطرقها غير حفي، يرصها فوق رفوف متحفي. هذا النظم أنا أعددته لطلاب العلم في بلدي هذا، لأنهم يصعب عليهم حفظ المتون المنثورة، وفي النظم ترويح لهم وتسهيل للحفظ، وإن كان العلماء الكبار لا يحتاجون إليه حاجة كبيرة. نحن أمة متميزة، أمة القرآن، أمة الإسلام، بلغنا ما بلغنا من المجد والعزة والشموخ بانتهاج منهجية محددة جاء بها القرآن وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده. وكلما ابتعدنا عن هذه المنهجية ضعف دورنا في حياة البشرية. إذا كانت هناك نصيحة توجه فهي الرجوع إلى أصالتنا بتصحيح العقائد والالتزام بالأحكام الشرعية في سلوك الفرد والجماعة، وإعادة الأصالة والنصاعة لأدبنا ونفض الغبار عنه ونبذ التبعية فيه.
نحن الآن يقف أحدنا أمام مرآة شعره فيجد وجهه وجه أوروبي، الشعر شعر أوروبي والذوق ذوق أوروبي والعبارات عبارات أوروبية نترجمها ترجمة غير حرفية إلى اللغة العربية. لو بحثنا عن ذاتيتنا اليوم في أدبنا وتراثنا وأعدنا لأنفسنا ما كنا عليه من الاستقلال والمشاركة الفعالة في مسيرة الثقافة الإنسانية بالأخذ والعطاء لكانت لنا كلمتنا.